هو الهمم والطموحات بالنجاح. لا يسرى لا تخفي الهيال فيتم في عالم الخيال. النتائج الثانيه الجائزه الثانيه اذا بلغ يسرى قيمه سكر بقيمه 100,000 دينار جزائري. أشكر جميع الذين سندوني في هذه المسيرة والذين دعموني لأصل إلى هذه المرتبة. نشكر أيضا كل من دعمنا في مشوارنا الدراسي من أولياء وأساتذة وغير ذلك. أتقدم بالشكر للسيد الوالي على هذا التكريم وعلى هذه الهدايا، وبالشكر لوالدي على كل التحفيز الذي قدموه لطيلة العام الدراسي، وعلى كل أساتذة ثانوية المصالحة الوطنية.